السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله اليوم راح نبدأ سلسلة المايكروبيولوجي سيستم الـ HLS المساقات. إن شاء الله يعني المحاضرة هي صراحة تكون يعني راح نسهل إن شاء الله مبدأ الحفظ لها والفهم إن شاء الله، وإن شاء الله تحرزوا على العلامات في هذا المساق صراحة. HLS في هذا المساق كله إن شاء الله. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن البلد بروتوزوا صراحة، راح نركز على البلازميديوم صراحة، وراح نحكي شوي عن البابيسيا. تمام، بس هيك مقدمة ريكاب سريع يعني بشكل عام على البلازميديوم صراحة. هذا المصطلح العلمي، بس المصطلح العام هو نفسه الملاريا، بس بشكل عام الملاريا ما بتعرف انه هي اسم السبيشيس، بس اسم الجينس هي البلازموديوم. تمام، بس بشكل عام يعني. فهذا شيء. هلا في اهم شيء نطلع من المحاضرة نميز بين اكثر من شغلة، نميز بين البلازموديوم والبابيسيا. كل واحد منهم له هيك significant clinical features، وحتى بالمايكروسكوب بالدايجنوزس كل واحد إلها كرايتيريا او فيتشر معينة. تمام، هذا الشيء اساسي. وبين بلازموديوم نفسهم في فروقات يعني بالشكل والدايجنوزس وبالستين خلينا نحكي بالميروزايت وما الى ذلك. تمام، بس هيك مقدمة سريعة عن البلازموديوم والبابيسيا. رح نبدأ ان شاء الله نحكي وش عن البلازموديوم بشكل عام. بشكل عام هي مقدمة محطوطة يعني بسلايدات، يعني انه بشكل عام التصنيفات البروتوزوا بتنقسم عن طريق المود اوف موفمنت. تمام، هل عندي الاميبا الساركودينيا، عندي الماستي جروفوريا الليشمينيا حد نذكرها ان شاء الله بمحاضرات قادمة، وعندي السيلوفورا، واهم شيء عندي يا السبوروزا اللي هي اكثر من نوع، هي نوت موتايل. هذا شيء كثير مهم نركز عليه انه نون موتايل، انه بينتقل عن طريق الدم البلازموديوم. تمام، بينتقل عن طريق الدم. تمام، راح نحكي عن البلازموديوم بشكل خاص اليوم، نركز عليه، كل طاقاتنا سخرها لموضوع البلازموديوم ان شاء الله. بس هاي هذا الشيء الاساسي. ممكن سايكوسبورا، توكسوبلازما، و و و و بس اهم شيء نعرف انه بلازموديوم از نوت موتايل، هذا اهم شيء، وهو انتراسيلولار باراسايت. تمام، اي ركزوا عليه، انتراسيلولار باراسايت. اوكي، هلا ابيوجيولوجي هاي شغلات يعني وبائيات يعني بشكل عام. المغزى منها انه نعرف انه الملاريا عبارة عن يعني خلينا نحكي شيء كثير كثير كومون يعني بالعالم. يعني انت بتحكي 41% من الناس قاعدين أمام مناطق فيها خطر الإصابة بالملاريا، يعني 2 مليار تتخيل يعني. وكل سنة بصير في عندي 3 لنص مليون لنص مليار سوري إصابة، 90% موجودين بالأفريقيا، صب صحراء أفريقيا. ملاريا باراسايتك كيلر رقم واحد. تمام، هو بما أنه هي باراسايتك فيرست باراسايتك نمبر وان كيلر، فهي موست امبورتنت باراسايتك ديزيز. تمام، في احصائيات تحكي ممكن يصير عندي قتل 1 مليون بيبول كل سنه، ممكن احصائيات اخرى بتحكي 2.5 مليون. تمام، leading infectious killer of children، كل 30 ثانيه بيموت يعني طفل من وراء الملاريا. بشكل عام ملاريا كيف بيزيد حجمه، او الحجم الوبائي او التاثير الوبائي كيف بيصير؟ بسبب الصحه العامه، يعني مثلا ما عندي مستشفيات مثل العالم، ما عندي مطاعم، ما عندي مي مثل الخلق، ما عندي بريفنشنز، ما عندي كيماويات أدوية، يعني زيها زي أي مرض ثاني ممكن يطلع بالحرب. يعني مثلا هي ممكن تلاقيها بالأماكن المتأخرة. تمام، تنتشر يعني، بس هاي هي الفكرة يعني، زيها زي التي بي، زيها زي أي شيء يعني. هم يقول لك the most prominent causative agent for fever are malaria, TB, HIV recently. هاي شني شي هون اكمال الابيديو نجاح. لا بشكل عام في عندي 3 age categories، عندي بين السنة وال5 سنين، وعندي بين اقل من سنة، وعندي اكبر من 5 سنين. هلا بين السنة وال5 سنين هذول يعني high risk group of people، تمام، that suffer from malarial complications، بينما الاقل من عام واحد هذول صراحة protected. ليش؟ لانه
حكينا بمحاضرات البيوكيمستري انه عندي الهيموجلوبين اف هو ما بيحتوي على الدافي ريسبتور، لا بشكل عام باراسايت بشكل عام، هذا باراسايت الملاريا او بلازموديوم بشكل عام، بشكل عام بيجي بيرتبط على الار بي سي، مثلا هاي الار بي سي وفيها ريسبتور معين، تمام، هاي اسمه دافي ريسبتور. اذا كان موجود بيتم عملية الارتباط ودخول الار بي سي بنجاح، ما كان موجود ما بصير له اي تأثير. هذا بنشوفه بالهيموجلوبين اف والهيموجلوبين اي اللي حكينا عنه بمحاضرة البيوكيمستري. المذر ميك لانه في عندي الانتي باديز والانتيجينز انتي انتيجينز والشغلات هاي بتحمي لي الطفل. بشكل عام هلا بالتشيلدرن فوق الخمس سنين يعني بشكل عام في فينومينا اللي هي اسمها بريمينيشن اميونيتي، يعني بشكل عام ما بصير عندي سوبر انفكشن، يعني سوبر انفكشن انه ما بصير عندي انفكشن وهاي سيمتومز وهاي بيردن اوف انفكشن. يعني مثلا بكون مثلا خلينا اعطيكم مثال، يعني مثلا عندي 100 بروتوزوا او بلازموديوم، تمام، بيجي الجسم بيخففهم مثلا ل 30، تمام، دول 30 بيتم محاصرتهم الى حتى المناعه تضعف. يعني بشكل عام ما بيتم القضاء عنهم نهائيا، لا بيضلوا موجودين يعني بس ما بيعملوا لي هالتاثير، بيكونوا مخبايات يعني. هذه فكره اساسيه يعني، تمام، فهي اسمها بريميونيشن اميونيتي، وهاي بتصير بروتكت اجينست هاير هاي نمبر اوف باراسايت اند illness without eliminating the infection، يعني بتحميلي من الهاي بيردن اوف ذا ديزيز من دون ما نقضي على الديزيز كاملا. هلا بشكل عام بلازموديوم حكينا هو الجينس، ولكن ما تحكي ملاري خلاص، ملاري هو هيك المصطلح العام، ولكن مصطلح يعني عندي جينس وعندي سبيشيز، تمام. البلازموديوم حكينا اللي هو الجينس، تمام، والسبيشيز اللي هم الخمسة. بس بشكل عام نعرف انه عندي انا اللي هي دي بيترن انسكت هوست اللي هي الناموس البعوضة، كل اهل الارض يجتمعون على انها اكثر كائن مستفز ومزعج خصوصا بالليل تعرفش تنام منها. بحكيش عن الملاريا هسه، بحكي عن بعوض بشكل عام، هي صوتها اللي بتصحيك من النوم الساعة 2 بالليل. المهم اند فيرتبريت هوست، تمام، اللي هو بحالتنا هاي الانسان المسخوط المسكين اللي لا حول له ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المهم فعندنا خمس انواع من السبيشيز صراحة. هلا اهم واحد اللي هو، او مش اهم واحد، هو اهم واحد فعليا، هو بيعمل لي الباد بروجنوسيس او باد كلينيكال سيمتومز، اللي هو البلازموديوم فالسيبورم، تمام. هلا اهم شيء نعرف انه هذا بسبب لي شيء اسمه سيريبرال ملاريا، تمام. انتم ما اخذتوش نيورولوجي اي ثينك، بس انه اعرفوا انه بيعمل لي سيريبرال ملاريا، بيعمل لي نيورولوجيكال سيمتومز يعني وما الى ذلك. احنا حكينا التفصيل ان شاء الله عن الميكانيزم اللي بصير في عندي السايت السيمتومز تبعية الفالسيبور، تمام. بس بشكل عام اول ديثز فروم ملاريا بتكون من الفالسيبورم صراحة، كثير كثير باد بروجنوسز يعني، كثير يعني مالجننت، حتى له اسم مالجننت. رح نحكي فيه ان شاء الله. المهم فعندي كوز سيريس بوست انفكشن كومبليكيشنز، حكينا هي سيربي ملاريا، وحكينا مالجننت اللي هي كنت احكي قبل شوي تيريت ملاريا. النوع الثاني هو بلازموديوم ملاريا، هي بسموها الاولدست فورم موست كومن ريسنت انسكتور اوف اول بلازميديوم، يعني هذا القديم هي امهم كلهم يعني، تمام. كوزز كوارتين ملاريا، تمام. هاي المصطلحات الكوارتين والتيريتيان رح نفصلهم يعني، مش وقتهم هسه، بس رح نذكرهم ان شاء الله، تمام. البلازموديوم فيفاكس، تمام، موست كومن وايد سبريد كوزز بناين تيريتيان ملاريا دورمنت ستيج هيبنوزايتس، تمام. والاوفال نفسها ترى الفيفاكس، تمام، وش المشترك بيناتهم اللي هي الهيبنوزايتس، هيبنوزايتس رح نذكرهم ان شاء الله شوي. وعندي اللي هي الجديدة هي بلازموديوم نول سي، هي جديدة صراحة، تجمع خصائص الملاريا مع الفلسيبور، تمام. رح يتم ذكره ان شاء الله هذا كله في القريب العاجل. ايوه ميكانيزم اوف انفكشن، هلا بدي اياك تركز معي، هاي اكثر فقره بكرهوها كل طلاب الطب ومنهم انا صراحه، انه كيف يصير عندي انفكشن، انه اول شيء بيكون ببطن البعوضه، بعدين فجاه صار الانسان، بعدين كل بتغير شكله واسمه، يا زلمه شو هالقصه. لا ان شاء الله يوم يعني بوضح لك الامور يعني ان شاء الله، تمام. تمام هلا انا مش هقرا سلايدي، بس بدي قبل ما اقرا سلايدي بس بدي كم مفهوم اوضحهم. هلا بشكل عام يعني نحن بنعرف انه
عندي هلا سبب الانفكشن هو الموسكيتو، تمام؟ هاي البعوضة المقرفة، هاي جناح، هاي صارت فار، هاي رجلين. هلا بغض النظر، هاي بتيجي البعوضة هاي، تمام؟ هاي الشفاط تبع المقرف، تمام؟ بتيجي على مثلا الإنسان، هاي مثلا وجه الإنسان هو نايم، بتيجي تشمط تشفط الدم، تمام. هلا الحشرة هاي المستفزة هاي زيها زي أي مخلوق، في لها سليفري جلانز، غدد لعابية. هاي الغدد اللعابية بيكون فيها الانفكشن هذا، تمام. انفكشن هذا، تمام، يعني زي هيك، تمام. يعني هي السبوروزايتس بشكل عام، تمام. سبوروزايتس، تمام، تكون موجودة بالسليفري جلاند، تفوت على المسكين إنسان مسخوط، هذا وجه الإنسان مسخوط. عموما فهذه هاي سبوروزايتس بتروح على الدم حتى توصل للليفر، تمام. توصل الليفر، تتكاثر كذا، تتكاثر تتكاثر تتكاثر، مش حاذكر اسماء صراحة عشان ما تنعجك يعني، وحتى تطلع وبعدين تهاجم الكريات الدم الحمراء المسخوطة المسكين حسب نوع الانفكشن، تمام. بعدين بترجع تكرر الكرة، ويعني سايكل بتصير. هلا ايش اللي بدك تكون معي فيه، تمام. هلا الفكرة العامة، الفكرة العامة هسا انا شرحت لك فكرة عامة، تمام. هلا بدي اركز شوي. هسا في شيء اسمه عندي انا بري اور اكزو اريثروسيتيك فيز، اكزو يعني خارج الاريثروسيتيك، تمام. اريثروسيتيك فيز، تمام. اكزو يعني انه خارج، يعني بصير في عندي زي انه تكاثر خارج الار بي سيز، تمام. ممكن يصير بالليفر، ممكن يصير برا الار بي سيز، يعني بالبعوضة اللي هو يعني بشكل عام. بس بشكل عام عندي اكزو اريثروستيك فيز، وعندي اريثروستيك فيز اللي هي بتصير بالار بي سيز، تمام. هلا بشكل عام بدي اياكم تميزوا بين شغلتين. هلا في عندي اول شيء نحكي عن البلازموديوم اوفال، تمام، والفيدكس. في خاصية فيهم مميزة مش موجودات بالملاريا والفال سيبورم والنولسي، تمام. مش هكتبهم كلهم صراحة، متعجز. المهم ف عندي بالاوفال والفيفكس في شيء مميز اللي هي شيء اسمه الهيبنوزايتس. هسه بشكل عام تيجي البعوضة هاي المسخوطة، هاي بتيجي تقرب على الانسان، بتعطي الانفكشن تبع اللي هي سبوروزايت. سبوروزايت تيجي على الليفر، تمام. هذا الليفر المسخوط اللي حيجي عليه سبوروزايت، وهي خلينا نحكي هاي الهيباتوسايت مش الليفر، تمام. بتيجي الاوفال مثلا او الفيفكس، بيقعدوا بتكاثروا، ما بتكاثروا، بيقعدوا بالليفر خلاص، بيكونوا ممكن يقعدوا سنة، سنتين، خمسة، حسب الوضع، حسب حتى لما تضعف مناعة الشخص. لما تضعف مناعة الشخص بصير لهم بيرست، وبيطلعوا للار بي سيز، وبيكملوا السايكل العادية المشتركة بين كل البلازموديوم سبيشيز، اوكي. هاي المقارنة بين هاي اللي بصير بالاوفال والفيفكس، اوكي. وهذا الاشي مهم صراحة. ليش؟ لانه اذا انا ما اعطيت علاج يهاجم لي السبوروزايت الموجودة بالليفر، يعني ممكن اعطي علاج يهاجم لي السبوروزايتس الموجودات، او الميروزايت صراحة موجودات بالار بي سيز. بعرف لخمتك لما حكيت ميروزايتس، بس معلش مش هي اياها، تمام. هي الكائنات هاي مثلا خلينا نحكي الاوفال مثلا او الفيفكس الموجود بالدم، تمام. ممكن اعطي دواء يهاجم لي الار بي سيز موجودة بالار بي سوري يهاجم لي الملاريا الموجود، مو الملاريا، الاوفال او الفيفكس موجودات بالار بي سيز، اوكي. فبعطيه، ولازم اعطي بالوقت هذا دواء ثاني اللي هو بيهاجم لي الاوفال او الفيفكس موجودات بالليفر. لانه اذا انا ما اعطيت هذا الكومبينيشن هذا، اوكي ماشي، الموجودات الاوفال او الفيفكس موجودات بالار بي سي، اوكي راح يتم حصلهم اريديكيشن تدمير، ولكن حصل لي ريلابس، تمام. انه عندي لساتهم موجودين بالليفر، وبكل شوي بيطلعوا لي بتكاثر، بيعملوا لي مشكله، تمام. فهي الاشي الاساسي المميز بالاوفال او الفيفكس. فمرة ثانية عندي الاوفال والفيفكس،
لهم ميزة نوصلهم هيبنوزايتس. هيبنوزايتس بيولدوا بالليفر، بيكونوا سنة سنتين حتى تضعف مناعة الشخص، بعدين بيطلعوا للار بي سيز، بعد ما يطلعوا الار بي سيز بيعملوا لي السيمتومز وما الى ذلك. يعني لازم اعطي علاج هاجم الليفر اوفال او الهيبنوزايتس بشكل عام. هلا الملاريا والفلسيبورم والنولسي بشكل عام ما ب... اوكي بفوتوا بالليفر، بتكاثروا وبيطلعوا من الليفر، بس صراحة ما بيعيشوا بالليفر، يعني ما عندي ريلابس زيه زي الاوفال. يعني ما عندي هيبنوزوتس بالملاريا والفلسيبور، تمام؟ فهذا الشيء بدي اياكم تعرفوا عشان ما تنعجبوا، تمام؟ بس هاي المصطلحات يعني تعرفوها، انه عندي اوفال بيقعد بالليفر، تمام؟ ما هحكي شو هو اسمه عشان ما تنعجب، يعني بس انه بيقعد بالليفر، هيبنوزايت اسمه، تمام؟ هيب من هيباتايت، من هيبا هيباتوسايت، مو هيباتايتس، هيباتوسايت، هيباتوسايت هيب هيبنوزوتس، اوكي؟ هيباتوسايت هيبنوزوتس، عشان هيك اجى اسم المصطلحات. بينما الملاريا والفالسيبورم نعم نعطي علاج بهاجم هاجم الار بي سيز اذا كان موجود بالار بي سيز، بس بشكل عام هذا الاشي الاساسي اللي بدي اذكره، تمام؟ بدي اكرر ارجع اشرح الميكانيزم، بس سلايدات الدكتور بشكل عام. هي ميكانيزم اوف انفكشن حكينا او حكيناش لسه. في شغله بدي احكيها، هي عندي اشي اسمه مصطلح اشي اسمه انسوا العلقه هاي، عندي مصطلح اشي اسمه اي سيكشوال سايكل شيزوغوني، تمام؟ اور ميزوغوني ميروزوني، تمام؟ اور اندوجينس فيز. يعني هذا بصير بس بالانسان، يعني مش تسمع شيزوغوني او اي سيكشوال سايكل او ميروزوغوني، تمام؟ هذا بالانسان، بينما بالبعوضه المحترمه هاي سبوروجين، تمام؟ فممكن يجيب لك سؤال انه الانسان بصير فيه كذا كذا، فبتقول يا اي سيكشوال، اذا حط لك اي سيكشوال اور شيزوغوني اور ميروزوغوني، اوكي؟ من ميروزايت. المهم نرجع للانفكشن، ميكانيزم اوف انفكشن لازم اوديهم بشكل عام. فعندي شيء اسمه انترميديت هوست، اللي هو بصير فيه الاسكشوال ريبرودكشن، وبالحاله هاي هو الانسان المسكين المسخوط اللي لا حول ولا قوه. بينما ديفينيتيف هوست اللي هو السكشوال ريبرودكشن، اللي هو البعوضه المستفزه، تمام؟ فهيومن ان ذا ملاريا ار انترميديت هوست، حكينا فيميل انوفولين موسكيتو الاسم العريق لها از ا ديفينيتيف هوست، تمام؟ حكينا الفيكتور ملاريا. المهم هلا حنكرر الحكي اللي حكيناه مره ثانيه. عندي الفيكتور بياخذ وجبه دم، وجبات ما شاء الله، وجبه دبل من الدماء او سوبر حسب هذا. بس سؤال قبل ما اكمل، ليش بس النساء، يعني بس مش النساء، سوري الفيميلز، ليش الفيميلز؟ ليش مش الميلز؟ لانه الفيميلز اختصاصهم مص الدماء، الفيميلز الوضع الحالي هون، بالميلز ما بياكلوا فواكه. هسه مش تيجي تنط لي واحدة تقول لي انتو مجتمع ذكوري كذا، لا هاي خلاص هيك العلم بيحكي، شو دخلني انا؟ ايه المهم نكمل. فعندي سبوروزايتس contained in the salivary glands، حكينا انه السبوروزايتس، تمام، بكونوا بالسالفري جلانز تبع البعوضة هاي السيئة، وبينتقلوا عن طريق البنكتشر وول. يعني بتيجي هاي نص بتعمل لي جرح وتعطيني الباراسايت المقرف هذا. المهم خلال ساعة تيجي الانفكتد سبوروزايت، تمام، عن طريق البلد، حكينا انه هدول ما بيتحركوا من البلد للليفر، بروحوا بنتري ذا هيباتوسايت اند بيجين تو جرو انيشيتنج بري اريثروسيتيك، تمام، اللي هي بتصير خارج الاريثروسايت، او اسم لها اسم ثاني اللي هي برايمري اكزو اريثروسيتيك سايكل. السبوروزايت بيكم راوند اند اوفال اند بيجين ديفايدنج ريبيتدلي، تمام. السبوروزايت بصير شكلها كروي، تمام، وبتضعف حتى يصير في عندي شيزوغوني in large numbers، تمام، وراح يعطوني شيء اسمه exo erythrocytic myrozoites، تمام. هذول ال exo erythrocytic myrozoites راح يهاجموا لي الليفر، سوري راح يترك الليفر ويهاجموا لي ال RBCs. هو في شيء اسمه يصير عندي erythrocytic cycle، بما انه فاتوا RBCs فراح يبدأ عندي شيء اسمه erythrocytic cycle. راح اكرر اللي صار ولكن على تشارت، تمام. هلا بشكل عام هاي السبوروزويت ان سلافيا ان ذي موسكيتو، تيجي
تمام، تغرس لي اياهم بالاكزو، بعدين بصير في عندي شيء اسمه اكزو ايريثروسيتيك سايكل ملتيبليكيشن ان ذا ليفر، وحكينا هاي مهمة بالاوفال وشرحنا ليش، وبالفيفكس هيبنوزايد امبورتنت فور ذا تريتمنت. تمام، بغض النظر نكمل. صار في عندي اكزو ايريثروسيتيك سايكل ملتيبليكيشن ان ذا ليفر، بتروح عند بتروح تطلع من الليفر على شكل ميروزايتس، ميروزايت تفوت الار بي سيز. تمام، اثناء الار بي سيز بصير في عندي ريبرودكشن وملتي ميتوسيز و و و و والشيء المميز فيها لما يصير في عندي ريبرودكشن بصير بتاكل تتغذى على الهيموجلوبين وجود ار بي سيز، فهي ما بتتغذى على كل ار بي سيز، سوري ما بتتغذى على كل الهيموجلوبين، يعني هنا هيموجلوبين في عند، تمام، هاي الار بي سي سوري، قصة هيك اشكال غريبة، هاي بسموها هيموزين ستين او ملاريال ستين بملاريال بيجمنت. تمام، هاي مهمة صراحة بالتشخيص عشان نفرقها من الباليسيوسيس. اوكي تمام، بس هي معنى بشكل عام ميروزايت توكل هذه الشيء هذا تتغذى عليه تعطيني ملاريال ستين، بعدين رينج تروفوزويت، بعدين ماتشور تروفوزويت، تمام، ايماتشور تشيزوينت، بعدين ماتشور تشيزوينت. ما هلا بشكل عام بما انه ماتشور فاحنا نحكي الزلمه اللي الذي هو بالغ عاقل راشد فاهم للحياه والدين، تمام، هو بيقدر يفتح بيت، فعشان بيقدر يفتح بيت ويتزوج ويجيب عيال فراح يخلف وراح يعطيني ميروزايتس اللي يعني هم اولاد الجيزون. يعني بشكل عام نوصل لهذا الشكل، بصير عندي 1 2 3 4 5 6 7 حسب شو نوع هذا، بعدين بينفجروا وبيعطوني ميروزايتس. فهي هاي عبارة عن هذا الشيء. تمام، بس بشكل عام يعني زيها زي عن طريق زيها زي اي مخلوق يعني بتكاثر يعني. بس انا عشان ما شور انه هي اللي ربطت لك اياها بالبالغ والعاقل عشان تحفظها يعني. تمام، الان هلا في هيك تفرعات يعني بدي احكيها، اللي هي انه رينج تروفوزايت، تمام، بيطلع لنا تفرع صغير اللي هي بيعطيني المايكرو جاميتوسايت والماكرو جاميتوسايت. اوكي، هذول بفوتوا بالبلاد ستريم صراحة، بتيجي البعوضة هاي مرة ثانية اللي امبارح شو اسمه شفطة دم البني ادم، ترجع واحدة ثانية مسكينة، مش مسكينة كلهم سيئات ما بيكون فيها المرض هاد، تيجي بتاخذه تشفط من الدم وبكون فيه موجود المايكرو جاميتوسايتس والمايكرو، حكينا المايكرو هو شو اسمه الميل، والماكرو اللي هي الفيميل، بتيجي بتفوت هذول الشغلات بفوتوا على شو اسمه بلد انتر موسكيتو وبتفوت بالسايكل هاد، حتى توصل سبوروزايتس وبتفوت على السلافيا، سلافيا، ونكمل بالاشياء. تمام، صيغ اللي حكيناه مرة ثانية، بعرف بجوز زهقتكو بس انه لازم عشان توصل الفكرة. عندي عمي السبوروزايت موجودين تبع موجودين بلعاب البعوضة، تمام، تقرص البعوضة هي انسان، بعد ما تقرص الانسان بصير في عندي شيء اسمه اكسو اريثروسيتيك ملتيبليكيشن ان ذا ليفر، حكينا هذول راح يروح عن طريق بلاد ستريم، راح يروح الليفر، كيف راح الليفر عن طريق بلاد ستريم، تمام، وهذول بعد ما يكبروا وصلوا ملتيبليكيشن راح الهيباتوسايت تتفجر تعطيني ميروزايتس. تمام، بصير في بيرس للليفر سيل هيباتوسايت وصير عندي ميروزايتس. تمام، ميروزايتس بفوتوا للريد بلاد سيلز، لما يفوت اول ما يفوتوا الريد بلاد سيلز نبدا شيء اسمه اريثروسيتيك سايكل كلينيكال ملاريا، اللي هي بصير في عندي السيمتومز، هاي شيء كثير مهم. تمام، اريثروسيتيك سايكل، فيصير عندي انترينج ذا ريد بلاد سيلز، فالميروزايتس تكبر تتكاثر حتى يصير رينج، حتى يصير اسمه رينج تروفوزايت، بعدين ماتشور تروفوزايت، بعدين اماتشور تشيزوينت، بعدين ماتشور تشيزوينت، هاي الماتشور اللي هي القادرة على إعطاء والتكاثر والإكثار من الميروزايتس. وأكرر وأكرر في شيء اسمه عندي ملاريال ستين بيجمنت، وهي مهمة to differentiate from the babesiosis، ومن رينج تروفوزويت عندي بيطلع منها شغلتين اللي هما المايكرو جاميتوسايتس والماكرو جاميتوسايت، بيعملوا جاميتوجيني، بتكاثروا
بتكاثروا، بفوتوا بيعطوني شيء اسمه الزايجوت، من الزايجوت بيطلعوا حتى يعطوني سبوروزايت، تمام. من سبوروزايت مرة ثانية تعطيني الإشاعات، وتمام. تمام. هلا في مصطلح اللي هو حكينا عنه الريلابس، هذا الريلابس صراحة وين بصير؟ حكينا بصير بالأوفال والفيفكس، تمام. الأوفال بلازميدوم أوفال والبلازميدوم فيفكس، حكينا بشيء اسمه عندي هيبنوزايتس اللي هي هون، تمام، هيبنوزايتس، تمام. ولازم نعطيهم علاج يهاجم الشيء هذا اللي هو الهيبنوزايت. هلا ريلابس ايش معناته؟ ريلابس بشكل عام اللي هو ريكرنس اوف ديزيز without بايت اوف موسكيتو، يعني مثلا انت تكون مصاب فيه قبل، انقرصت قبل، بس فجأة بعد يعني ما اعطوك علاج كل شيء انت ما انقرصت بس يا عمي، بس السيمتومز رجعت لك مرة ثانية لانه انت ما قتلت الهيبنوزايتس، تمام. ممكن اشهر سنوات يعني حسب شو بصير معك. اللي شو اسمه مصطلح ثاني هو ريكاريدينسيس، تمام. ريكروديسنس هو زي انه مصطلح، يعني كيف اقول لك، يعني مثلا تذكر مصطلح كان اول محاضرة، هما لهمش علاقة يعني، بس تشبيها يكون عندي مثلا 100 ملاريا، تمام، قصينا منهم مثلا 70 أو 80 مثلا، ضل 20 منهم، تمام، متى ما قضيت عليهم بشكل كامل. فبما انك انت ما قضيت عليهم بشكل كامل راح يرجعوا مره ثانيه ويتكاثروا يعملوا لي سيمتومز. هاي الاستفاده بالمناسبه مش من الدكتور، يعني هاي جبتها من النت يعني، بس عشان اوضح لكم الفرق بين الريلابس والريكارد والريكاردسنس صراحه بالبلازموديوم. حكينا بالاوفالي والفيفكس بتصير، هو بصير بالملاريا والفالسيبورم والنولسي، اوكي، تمام. هاي نكمل حكي. هلا حكينا دورمان شيزوغني ميو كير ان فيفيكس، حكينا والاوفال اللي هي الهيبنوزايت بشكل عام. ممكن يصير عندي ترولي ريلابس ممكن خلال 2 5 سنين، يعني ما مش هالشي المهم صراحة، مش تعرف انه صار عندي هيبنوزايتس بالفيفيكس والاوفال. الان عندي once RBCs reticulus have been invaded the parasite grows and feed on the hemoglobin، حكينا بيتغذى على الهيموغلوبين الريتيكولاسايتس. الميروزايتس بشكل عام او اليونج تروفوزايت، يعني مثلا نرجع هون ميروزايتس مثلا او اليونج تروفوزايتس، تمام، مش حاطين هون بس هي نفسها، تمام. بيتغذوا على ال شو اسمه الهيموغلوبين، تمام. هاي هون بقول لك the excess protein and hematin present in of the from the metabolism of hemoglobin combine to malaria to form malaria pigment. يعني مرة ثانية عشان أنا حكيت بسرعة، يعني أمسح كل شيء. بشكل عام عندنا reticulocyte invaded parasite grow and feed on hemoglobin، هي قاعدة عامة لكل البلازموديوم، تمام. الميروزايت واللي هي اسم ثاني اليونج تروفوزايت is ring shaped more or less amoeboid and unnucleated، ما فيها نيوكليات، تمام. هلا بصير عندي excess protein and hematin present from the metabolism of hemoglobin، الهيموغلوبين بتكسر لبروتين وهيماتين، في شيء اسمه بيعطيني اللي هو malarial pigment، تمام. وهي حكينا ليش مهمة، تمام. لما بصير عندي نيوكليوس وبتتكاثر التروفوزايت بصير اسمها developing schizoid، اوكي. يعني بنرجع للسلايد هاي، هاي التروفوزايت لما تصير فيها نيوكليوس تكبر تصير اسمها ايش؟ تشوزوينت، يعني تمام ديفلوبينج تشوزوينت اللي هي نفسها الاماتشور، تمام. والاماتشور بصير ماتشور بالاخير، يعني اي شيء ماتشور مع مرور الزمن والسنين ما تصير ماتشور ان شاء الله، تمام. الماتشور تشوزوينت حكينا contains ميروزويتس، تمام، whose number depends on the species which released in the into the bloodstream. يعني مثلا حكينا هذا التشيزوينت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ميروزويتس، هذول لما يصير في عندي تكبر التشيزوينت بصير ماتشور بيطلعوا كلهم بينتشروا وبيعملوا لي الإريثروسيتيك سايكل مرة ثانية،
تمام، فأهم شيء نعرفه مرة ثانية يا كرام، أهم شيء إنه الميروزويت هم عبارة سباكوليتد رينج شيرد وانيوكليتد، هاي مش انيوكليتد تمام. والغذاء، وبصير في عندي تبقي من الغذاء تبعهم اللي هو بقايا اللي هو البروتين والهيماتين تمام، اللي هو بيعملوا لي ملاريا بيجمنت. وبصير في عندي نيوكليوس بصير اسمها التروفوزايت بصير اسمها ديفلوبمنج تشيزويد. يعني تروفوزايت ما بكون فيها نيوكليوس، لما يصير في عندي نيوكليوس وتبدأ تتضاعف بصير ديفلوبمنج تشيزويد تمام. لما يصير عندي نوكليوس هاي بصير اسمها ديفلوبينج شيزوينت، او هي ماتشور يعني. وبعد بصير في ماتشوريشن للشيزوينت بصير عندي اللي هو الميروزويتس بيطلعوا وبيكملوا حياتهم بالبلاد ستريم. هاي بشكل عام يعني شغلات مناعية يعني. هلا حكينا مراجعة ركاب، الملاريا والبلازموديوم بشكل عام بفوت اريثروسايت باي ريسبتور كولد دافي ريسبتور، حكينا هي الموجود مش موجودات الهيموغلوبين، فيت الهيموغلوبين والهيموغلوبين اي ونيونيتس، سوري مرة ثانية مش موجود اس مزبوط، اللي مش موجودة بالهيموغلوبين فيتال اللي هو موجود بالنيونيت تمام. فنيونيت ما بينصاب بالملاريا، يعني اجاك واحد جونديس وكذا وفيفر ما بتفكر بملاريا صراحة. والسيكل سيل تريت اللي حكينا عنه بالبيوكيمستري هو زي انه عبارة عن ديفنسيف ميكانيزم ملاريا ترانزميشن سايكل. فاهم ايش بدك تعرفه؟ انه عندي فيتا الهيموجلوبين والهيموجلوبين اي والسيكل سيل تريت، هذول بيعملوا لي زي انه بروتكشن للملاريا تمام. هلا في اخذنا جي 6 بي دي والشغلات زي هيك، هذول الهيموليتيك ديزيزز تمام. هم هسه مش ما بيمنعوا لي الاصابه تمام، ولكن بيسهلوا لي تكسير الار بي سيز تمام، يصير الميمبرين تبعهم هش اكثر، فبصير لهم زي انه هيموليسيز اكثر بسبب الاوكسيديتيف ستريس تمام. البريميونتين اميونيتي اللي حكينا عنها سابقا يعني بصير اكثر من 5 سنوات. الهوست ريسبونس ذات بروتكت اجينست هاي نمبر اوف باراسايت اند ويز اوت اليمينيتنج ذا انفكشن، يعني بيكون عندي مثلا حكينا 200 ملاريا تمام، قصيت منهم انت 150 بس 50 مثلا، فانت قضيت يعني على السوبر انفكشن اللي صار، ولكن ما قضيت على الانفكشن بشكل نهائي، صار فوتنا بالليتنسي. وبدناش نحكي ليتنسي انه خلاص ما قضيت عليهم، بدناش نتفلسف كثير تمام. هلا البيشن في عندهم سبلينكتومي، اي قاعده عامه اي بيشن عنده سبلينكتومي بصير عنده يعني سفرينج سيفير انفكشن، سواء كان ملاريا كان في بكتيريال انفكشن كان اي شيء، انه السبلين كثير مهم، عباره عن الليف نود كثير مهم، وجزء من الليمف نود صراحة كثير مهم صراحة، يعني الليمفاتيك سيستم سوري، جزء من الليمفاتيك سيستم هو كثير مهم للإيراديكيشن للملاريا وحتى البكتيريا انفكشنز. يعني معلومة هيك زيادة مش مطلوب منكم، انه احنا بنعطي مطاعيم للعاملين سبلينكتومي خصوصا حتى السكل سيل تريت مش بيكونوا عاملين، يصير في عنده شيء اسمه اوتو سبلينكتومي، فهذول لازم تعطيهم مطاعيم للمينينجوس مينينجو كوكاي والنومو كوكاي. اوكي يعني هسه معلومة زيادة هي يعني رح تمر معكم كثير بالاطفال بالكلينيكا، رح تمر معكم كثير كثير يعني باطني وجراحة ونيورو وشو ما بدك. المهم هلا هاي الصورة هي الوهلة الأولى، يا زلمة شو هذا يا زلمة شو بدي أحفظ كل هذا؟ هسه مش حتحفظ كل هذا يعني، إن شاء الله بسهل لك إنك طريقة حفظهم بإذنه تعالى تمام. هلا بشكل عام مقدمة سريعة، ايش هذا الجدول عبارة عن شو؟ هسه هاي الباراسايتس اللي هي الفور سبيشيز اللي حكينا عنهم، الخامس مش موجودهم تمام، من بداية حياتهم إلى نهاية حياتهم، مش نهاية حياتهم يعني، إنه عندي الرينج ستيج، عندي التروفوزويت، عندي الديفلوبمنت تشيزوينت، عندي الشيزوينت، لاحظوا إنه عندي هون جاميتوس الميروزويت جواتهم شايفينهم هذول، وعندي المايكرو جاميتوسايتس والمايكرو، هذول اللي بفوتوا بالجاميتو جاني جوني، يعني بيعملوا لي زي انه سكشوال سايكل بما الى ذلك، بس عشان التذكير تمام. هسه بشكل عام كل واحدة منهم هذول لهم خاصية معينة. هسه انت مثلا كل واحدة بتحفظ لي شيء معين منهم، يعني مثلا خلينا نبدا بلازميدوم فيفكس، اهم شيء تحفظ انه عنده ديليكيت رينج
هاي شوف، هاي رينج خاتم، الفيفكس رينج تمام، والنقاط هذول اسمهم كوفنر دوتس تمام، موجودات صراحة بالفيفكس وبالأوفال. يعني ممكن يجيب لك سؤال أي من الآتية من خصائص البلازمودوم أوفال أو أي واحدة من الآتية ترو، كونوا كلهم غلط، ويجيب لك أنه contains كوفنر دوتس تمام، فبتختار هذا الجواب يعني بشكل عام تمام. في عنا شيء اسمه البلازيودو فيفكس، في عنا شيء اسمه حكينا هذا الرينج تمام. هلا في شيء اسمه بلازميدوم ملاريا اللي هي الباند شيب، هي صراحة وحيدة اي ثينك اللي لازم تحفظها بالملاريا، باند شيب هاي دايجنوستيك يعني شفت هاي خلاص هاي ملاريا تمام. وعندي بالبلازميدوم فالسيبوروم عندي دبل رينج، لاحظ عندي دبل رينج، وعندي مارر دوتس، هاي شايفهم دوتس هذول مميزات كثير للفلسيبورم، وعندي بنانا شيب او كريسنتك باراسايت. هلا انت بتحكي يا زلمه شو هذا؟ ايش بدك مني؟ هسا هذول اول شيء الدكتور اللي ركز عليهم بالمحاضره، وان شاء الله بتحفظهم بسرعه يعني، ما عليك يعني ان شاء الله هسا مع التكرار ان شاء الله بنحفظه معك. يعني اول شيء بنبدا بالبلازموديوم فيفكس. هلا انا راح اشرح بشكل عام، بعدين في راح الخص لك اياهم جدول تمام. هلا الفيفكس انفكتس اونلي ذا ريتيكولوسايتس، هذا اول كرايتيريا او شيء مميز بالفيفكس انه بيهاجمني بس الريتيكولوسايت تمام. انا بصير في سبينوميجلي اول كم اسبوع اذا من انفكشن يعني، اذا عالجته بسرعه بيرجع يعني الانلارجمنت بترجع زي ما كانت يعني، واذا صار في كرونيسيتي بيرجع هارد يعني مش موضوعنا صراحة. If the infection is treated during the early phases حكينا هاي. Secondary or dormant schizogony حكينا بتصير بالفيبكس والأوفال اللي هي الهيبنوزايتس، مرة ثانية مكرر المعلومة تمام. هل هذا الجدول صراحة هذا الجدول أهم من حكينا كله، بدك تطلع تعرف إنه عندي شيء اسمه benign tellurium malaria. هسه وقت اجى نشرح ايش يعني بناين تيريتين ملاريا. الان هسه بناين هو طيب، تيريتين من رقم ثلاثة، ملاريا ملاريا. هلا بس بشكل عام مقدمة، هسه في اشي عندنا بال ان شاء الله تفوتوا الباطن الاخير تاخذوا هيستوري وكذا، في تدرسوا الاوسكي، في شيء اسمه عندي فيفر، والفيفر هذا ينقسم انواع. مثلا من انواع الفيفر هي السايكليك فيفر. سايكليك فيفر انه مثلا كل مثلا 48 ساعة أو كل 72 ساعة أو كل يومين ثلاثة يعني حسب ترجعي، مثلا بتروح وتيجي، تروح يومين ترجع يوم الثالث تمام. مثال هلا بحالتنا هون هي اسمها البناين تيريتيان ملاريا تمام. تيريتيان ايش يعني؟ انه كل 3 ايام صار عندي فيفر تمام. يعني مثلا اليوم الاول صار عندي فيفر، يوم الثاني الثالث ما عندي سيمتومز، يوم الثالث صار عندي فيفر مرة ثانية، يعني بعد 48 ساعة صار في عندي فيفر. هاي بنسميها سايكليك فيفر أو بناين تيريتيوم فيفر، فهي كثير مميز للفيفكس تمام. كل 48 ساعة السايكل تبعي 48 ساعة تمام، ويوم الثالث بصير في عندي اللي هي الفيفر تمام. هاي كثير كثير مهمة تعرفوها عشان تميزوها عن البسبسيوسس. بسبسيوسس ما عندنا السايكليك فيفر او الفيفر هاي تمام. وحكينا مميزات البلازموديوم فيفكس اللي هي انفكتس يونج سيلز ريتيكولوسايتس، بتعمل انلارجمنت للار بي سيز، وفيها الكفنر دوتس ترو ستيبلينجز. يعني هاي هم شايف هاي واحد اثنتين ثلاث، شايف هذول الكوفنر دوتس، هي فيفكس مميز فيها ايش هما الكوفنر دوتس. فالكوفنر دوتس من خصائص البلازموديوم فيفكس بناء تيريتيان ملاريا. وفي ديليكيت رينج، ايش هو ديليكيت رينج؟ نرجع على الصورة مرة ثانية، هاي هالديليكيتينج او ديليكيت رينج، هاي ديليكيت رينج وهي الكوفنر دوتس موجودين بالوين بالبلازموديوم فيفكس. بلازموديوم فيفكس فيها الديليكيت رينج والكوفنر دوتس، سهلين صح؟ سوري تمام. وفي عندي اميبويد تروفوزايت مش كثير هنا. الماتشور تشيزوينت كونتين 12 ل 24، يعني تعرفوا الماتشور سوري الماتشور تشيزوينت اللي هو زي هيك
في عنده ميروزايت، واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 24. فهي بالفيبكس يكون فيها 12 ل 24 ميروزايت. هلا أهم شيء إذاك تعرفه، هسا كله مهم صراحة، أهم شيء مثلا نركز عليه إنه السايكل عرض منه 40 ساعة tends to infect the young cells، وفيها الكفنر دوتس وفيها الديليكيت رينج. تمام، هذول يعني اللي هو مركز عليهم. طبعا المصطلح اللي هو البناين تيريت الملاريا اللي هو خاص للفيفكس. تمام، هذا الاشي الاساسي اللي نحن نطلع منه ان شاء الله. وهي الصورة، التروفوزايت التشيزويت والجانيتوزايت. الباثوجينيسز الصراحة ما في يعني اشي خاص يعني بيميز المرض هذا. يعني مثلا تلاحظ ممكن في، ممكن يصير عندي هيدك، فوتوفوبيا، مصل ايتش، انيروكسيا، نوزيا، ما في اشي مميز صراحة بالمرض هذا. بس اهم شيء الفيفر صراحة اللي اشي مميز فيه. تمام، بس يعني بشكل عام مطلوب من السلايد انه تعرف انه البيشنت هو هاف نيفر بين اكسبوزد تو ملاريا، بصير الاعراض الغريبة هاي، مش غريبة اللي هي كومن يعني اي مرض بتصيب، فوتوفوبيا، مصل ايتش، انوروكسيا، يعني اي مرض ممكن يسبب لي بالبريرو اكسبوجر للملاريا. بصير في عندي، بيكون عندي باراسيتيميا او باراسايتس فاوند ان بلاد ستريم قبل السيمتوم. تمام، يعني ما بعرف شو اهمية المعلومة هاي يعني، بس خلاص يعني شو بدك تسوي. هلا في مصطلح اللي هو الشيء اسمه بري بيتنت بيريود والانكيوبيشن بيريود. هي صراحة جبتها من نت سلايد بس تم ذكرها بالمحاضرة. بري بيتنت بيريود اللي هي الفترة بين الانوكيوليشن يعني قرصة البعوضة وحتى ما فتنا اريثروسيتك سايكل. تمام، هي بري بيتنت بيريود يعني مو سيمتومز، بينما الانكيوبيشن لا، من القرصة إلى حتى السيمتومز. يعني إنه يعني كيف، وين السلايد هاي؟ تمام، لانه ممكن احنا من السبوروزويد للاريثروستيك سايكل ما يصير في عندي سيمتومز. سيمتومز اصلا متى بتطلع؟ لما يصير في عندي اخراج للماتشور او الميروزويدز، لما هذول يطلعوا، هذول التكسير لهذول الماتشور تشيزوينت، بصير في عندي السيمتومز. تمام، بينما دخولهم للاريثروستيك سايكلز لا يعني انه يصير عندي سيمتومز. بس هي سلايدي من عندي صراحة، يعني مش من دكتور بس من عندي، بس انه عشان تميز الفرق بين البيتنت بيريود والانكيوبيشن بيريود. تمام، انكيوبيشن بيريود بيكون الاصابة حتى السيمبتومز. تمام، هلا نحكي عن بلازموديوم اوفيل. هلا هي زيها زي الفيفكس يعني، بس الفرق انه هي لس سيفير وريلابس لس فريكونتلي، ممكن حتى تتعالج بشكل تلقائي يعني ما في داعي للتدخل العلاجي. وهي انكومن صراحة، يعني هي انكومن لانه بتعمل يعني منطقة انكومن لانها ضعيفة، يعني فالضعيف يكون انكومن يعني، فالقوي يطغى ويتكاثر ولكن الضعيف يعني يصبح مجهولا ويقتل يكسر شريرا. المهم، فميز فيهم الاوفال والفيكس والنوريتيكولوسايتس. تمام، فهون عندي معلومة يعني مش عارف يعني إذا كثير مهمة يعني، بس بشكل عام بعد ما صير في عندي regular pre docility يعني pre، يعني إنه هسا حكينا إنه مميز بالفيفر ملاريا إنه بيكون عندي مثلا كل 3 أيام فيفر. تمام، هلا بالأول كم أسبوع أو أول كم يوم من ال oval infection ما بيكون في عندي باتر معين، مثلا ممكن بعد أول يوم، يوم بيوم حرارة، لا ممكن يوم بيومين حرارة او 3 ايام 4 ايام حرارة. بعدين بعد ما فترة بصير في عندي ريجولات من 40، بعدين بترجع تصير لا كل 3 ايام حرارة. تمام، بس هذا اشي مميز فيها يعني. تمام، فهكذا هاي الجدول اللي نحبه نحنا، 42 ساعة زيها زي الفيفكس حكينا. تمام، tends to infect the young cells زيها زي الفيفكس زيها زي الفيفكس زيها زي الفيفكس. تمام، enlarged RBC زي الفيفكس، كفنر دوتس appear in the beginning يعني من البداية. تمام، هاي النقاط هاي شايفهم هذول من البداية. تمام، فالكفنر دوتس موجودين بالأوفال وبالفيفكس، الكفنر دوتس موجودين بالأوفال والفيفكس.
تمام. عندي سمولر رينج ذان ذا فيفكس حكينا، وترافل زاد لس امي بوي ذان ذا فيفكس ماتشور تو كونتين 8 ميروزايت. يعني اهم شيء حكينا نطلع منه، نطلع منه بس كله مهم يعني، بس اهم شيء نعرف 42 ساعة ريتيكولوسايت والكف نردوت صراحة، سمولر رينج يعني ذان ذا فيفكس يعني، هسه كله مهم، ممكن يجي يسوي على ايش صراحة يعني، لكن هذا المهم صراحة، كله مهم يعني. هاي سلايدات مكررة، لاحظين كف نوتوتس موجودين بالفيفكس والبلازميدون اوفال، البلازميدون اوفال يحتوي على الفيفكس والكف والكف نوتوتس، الرينجز تروفوزايت تشيزوين جاميتوسايتس. تمام. هلا الفيفكس صراحة الانكيوبيش بيرد زيها زي الفيفكس، الفريكونسي حكينا اقل والسيفيريتي اقل واللور فيبر اقل، وحتى ليك لاك تيبيكال ريكرز يعني لس للسيفير يعني، حتى ممكن ما تعملي سيمتومز اصلا او تتعالج لحالها. لازم يدوم ملاريا كواتيريا في ملاريا. لا هون الشيء مميز، يعني شيء مميز اللي هي المصطلح هو كوارتين ملاريا، اللي هي كل 4 ايام يعني، اليوم الاول عندي فيفر، بعد اليوم الرابع بصير عندي فيفر ثاني، يوم الثامن عندي فيفر بتروح، يوم الاول فيفر بتروح 3 ايام، يوم الرابع بصير عندي فيفر بتروح 3 ايام، اليوم الرابع بصير عندي فيفر. هون السايكل عندنا 72 ساعة لونج انكيوبيشن بيريود، وحكينا بما انه هي حكينا الاولد او ام الملاريا، فهي بتحب الختائر يعني، تحب تصيب الختائر. تمام. نو ستيبلينج، ما عندي الكف نردوتس هذولي. انا ثينك رينج لارج نيوكليوس تروفوزايت تين تو فورم باندز، باندز اللي هو هذول باند شيب، فهذا الاشي اللي نركز عليه الباند شيب، وهي الرينج يعني، بس اهم شيء نعرف الباند شيب، هذا ركز عليه الدكتور صراحة باند شيب. تمام. والتشيزوينت كونتين 6 تو 12 ميروزايت، يعني اهم شيء نعرف انه ما عندي ستيبلينج، يعني ممكن اجيب لك سؤال من خصائص الملاريا، كل من الآتي خصائص ملاريا إلا، فبقول لك كف نردوتس، طبعا تختار خطأ لأنه ما بيكون عندي كف نردوتس بالملاريا، ما عندي ستيبلينج. حكينا الكف نردوتس هذول من خصائص الفيفكس والأوفيل، تمام، مش من الملاريا أو الفالسيبور. أوكي. هلا الإشي المهم اللي لازم يعني نخاف أو ندير بالنا عليه، إنه ممكن يصير عند هذا البيش اسمه بروتين يوريا، بروتين يوريا اللي هي بوجود تواجد البروتين بالدم. تمام. هذا اشي بصير في عندي زي انه اشي اسمه مبرينو برو لايف تايب اوف جلوميرونيفرايتس، هاي بتاخذوها بالرينا صراحة، رينا سيستم ان شاء الله، وهي الموست كومون ليجن بصير بالكواتين ملاريا، اللي هي الملاريا البلازموديوم ملاريا بتعمل لي جلوميرولونيفرايتس. هسه ما حتفصل شو هي الممبرين وبرولايف تايب اوف جلوميرونيفرايتس، انه مش موضوعنا، بس اهم شيء انه لازم ندير بالنا على الكدني ونودي للنفرولوجيست، انت كطبيب يعني بتودي للنفرولوجيست خليه يدير باله على الكدني فانكشن تبعيته. تمام. بس هي هذه المعلومة لازم اعرفها. وذ كرونيك انفكشن كيدني بروبلم ريزلت فروم ديبوزيشن اوف ذا جلوميرولاي سيركيوليتنج انتيجين انتي بودي كومبلكسز، يعني هسه ورا الكومبلكسز ممكن خاف يصير في عندي اللي حكينا عنه الان اللي هو جلوميرولونيفرايتس، يعني اهم شيء تعرف انه ممكن يصير عندي جلوميرولونيفرايتس تمام بالكوارتين ملاريا، هذا شيء كثير مميز يعني بالملاريا. الآن اللي هو مالجنان تيريتيان ملاريا أو بلازميديوم فالسيبورم، اللي هو صراحة الموست مالجنان ملاريا أو بلازموديوم انفكشن باراسايتيك انفكشن اللي ممكن يصيب أي حدا، invades all ages of RBCs. تمام. ممكن يميز فيه الشيزوغوني occurs in the spleen, liver, bone marrow rather in the circulating blood cells. هلا بصير في عندي الفالسيبورم هاي اسكيميا كوز باي ابستراكشن اوف فيزلز، هسا نحكي ليش صراحة، بصير في عندي سايتو اديرنس رح نحكي ليش. هلا بشكل عام الار بي سي الطبيعية بتفوت جوا الشريان هذا، هاي ار بي سي واحدة اثنتين ثلاثة اربعة بفوتوا من دون ما يخبطوا يلزقوا ما يعملوش مشاكل،
هلا بحالة البلازمينيوم فالسيبارم تعملي تغييرات ار بي سيلز حتى تصير عليها نوبس معينة، بتصير زي نوبس بتغير شكلها، وهي الار بي سي هيك زي انه بتكتروا فوق بعض الار بي سيز، فبتفوت على الفيزل فبتسكره، فبتعملي اسكيميا. فالستيكي بلاد سيلز تعمل لي شيء اسمه سايتو اديرنس، وهذا الشيء ممكن يعمل لي اسكيميا، وبيعمل لي شيء اسمه سيريبر. اذا مثلا سكرت لي فيزل بروح على الاورجان، او مثلا برين مثلا او سيريبرال سيركوليشن، ممكن تعمل لي سيريبرال ملاريا، ما سكرت لي شريان مهم بوصل للبرين. تمام، بس هذا الشيء المهم يعني اعرفه. فنعم تمام، هون السايتو اديرنس اللي حكينا عنها، وهون حكينا الفالسيبورم بصير ستيكي، يعني تعمل لي تخلي لي الار بي سي ميمبرين ستيكي بشكل عام. يعني هذا كله حكيناه، يعني بصير في عندي اديرنس، وبصير عندي نوبس، وبصير بسكر لي الكابيلاريز، وبتلتصق بالاندوثيليال سيلز، وبسكر لي السيركوليشن، بصير في عندي مشاكل. يعني معلومة هم يقول لك the only rings for، مثلا احنا بالبرفرال بلد بس بنشوف الجاميتوسايتس والرينج فورم، يعني بس هاي المعلومة يعني تعرفها. هذا الجدول صراحة بلازميدو فالسيبورم صراحة ما في له باتر معين، ممكن كل يوم ونص، كل يوم، كل يومين، يعني محطوط جدول 36 48 ساعة. تمام، tends to affect any cells، هذا مش نعرفه، وعشان هيك من اجل هذا السبب في عندي انهاي انفكشن بيردن، يعني بيردن، فبيكون عندي كثير ار بي سيز مصابين بالحالة، يعني الصغار والكبار. نو كافنر دوتس، في عندي ماروز دوتس، تمام، اللي هم هذول مارو دوتس، دول موجودين بالبلازميدون فالسيبار. تمام، مالتيبل رينج سيلز، مالتيبل، هاي مالتيبل رينج بشكل عام. وفي عندي بنانا شيب اللي هي هون، وين راح، اللي هي كريسنتيك تشيب جاميتوسايتس، اللي هي مميزة لإلها صراحة. يعني هنا مش نعرف انه عندي كريسنتيك شيب جاميتوسايت، مالتيبل رينجز، مارور دوتس، وما في لها، يعني بتحفظ هذا الرقم 42 ساعة، و tends to infect all cells regardless of the heavy infection، يعني بتهاجم للكل. تمام، فهذه شيء، فعشان هيك اسمها malignant تيريتيا ملاريا. تمام، هسا هي تيريتيا المفروض يعني من اسمها كل 48 ساعة، كل 3 ايام يصير عندي انفكشن. هلا ممكن، بس ممكن لا، مو شرط يعني. يعني ولكن هذا مصطلح تمييز عن باقي الملاريا صراحة. تمام، سيمتومز ممكن يصير اتش، هيديك، فتيك، وجع بالراس، تعب، ارهاق، قياء، وما الى ذلك. هسا في شيء مميز فيه اللي حكينا، تعمل لي شيء اسمه سيفير كومبليكيشنز، لما يصير في عندي اوبستراكشن للفيزلز. حكينا ممكن تعمل لي اوبستراكشن للفيزلز ان ذا انترنال اورجان، فممكن تسكر الليفر سيركوليشن، انتستاينال تراكت، اور ادينال جراند، اور انترا فاسكولار هيموليسز يصير عندي، شيء يصير عندي شيء اسمه بلاك ووتر فيفر، وتعمل لي مشكله بالكدنيز. تمام، ف عندي شيء اسمه اللي هو الالجيت في ملاريا، اللي هو عباره عن ذهيبو volumic shock أو circulatory shock which is fatal and involves multiple systems adrenal gland and GI. يعني لما يصير في عندي involvement للأدرينال جلاند والجي اي تي، بصير في عندي hypovolemic shock، لأنه صراحة الأدرينال جلاند لها وظيفة خلينا نحكي بتثبيت مستوى ضغط الدم، يعني له كثير وظيفة كريتيكال يعني. تمام، احنا حكينا ايش اسمه بلاك ووتر فيفر، شو بلاك ووتر فيفر اند كيدنيز؟ بلاك ووتر فيفر از ا كومبليكيشن اوف ملاريا. كيف يعني؟ بصير في عندي ار بي سيز لايسز ريليسينج هيموجلوبين انتو بلاد ستريم ويورين كوزينج ديسكولوريشن. يعني بشكل عام هي نفس الهيموجلوبينز، يعني هيموجلوبين يوريا، هيموجلوبين يوريا تروح على الكيدنيز، وكيدني سوري هيموجلوبين تروح على بلاد ستريم، بلاد ستريم تروح على الكدني، والكدني تروح لليورين، بصير عندي هيموجلوبين يوريا. بس الشيش لونها زي الكولا سودا، بلاك ووتر فيفر. فبلاك ووتر نسبة للون البول، فيفر اللي هي الفيفر اللي هي جاية من شو اسمه
الفلسبورة. فاهم ايش؟ نعرف انه في عندي بلاك ووتر فيفر بالفلسبورة، ممكن تعمل لي الجد ملاريا سيكليتوري تشوك، وهاي التشوك بصير الادرينال جلاند انفولفد. ممكن في رطسة عندي 41، تمام. واذا ما وممكن يعمل لي شو اسمه، ممكن اوكير ان انكمبليكيد ملاريا، تمام. يعني بحالة الانكمبليكيد ملاريا اللي هي ما فيها التشوك حكينا عنها او اني كلوتينج، يعني ملاريا مش سيئة، تمام. ولكن في حالات ممكن تصير في حالات السيريبرال ملاريا. هلا انا اذا ما عالجته هذا الاشي بشكل عنيف غالبا راح يموت. اصلا اسباب الوفاة من الملاريا هي بسبب الفلسبورة. ونكرر اهمية تذكر السيريبرال ملاريا considered to be most serious complication and the major cause of death of with the فالسيبور. يعني السبب الأساسي للوفاة هي سيربرال ملاريا. ترى في شغلة ما ذكرتها أنا، خليني أذكر هسه. هلا إذا أنا شفت الـ developing chizoid أو الـ chizoid بشكل عام بالفلسبورة، يعني هذا الإشي، شفت هذا الإشي، هذا الإشي بالـ blood peripheral blood، هذا it indicates bad prognosis، تمام. هذا يعني ان patient وصل وضع سيء، تمام. هذول هم نفسهم شفناهم بال peripheral blood cells يدل انه عندي bad prognosis. اللي هو النوع الاخير اللي هو بلازموديوم نولسي، تمام، سيمن ملاريا، الملاريا الخامس الذي يصيب الانسان بشكل عام. إله ميزة إنه بال early blood stages بيشبه الفلسبورة، بال late stages أو mature blood stage بيشبه الملاريا. هاي معلومة مهمة. unfortunately يعني infection هذا misdiagnosed as relative benign malaria. ممكن هو أصلا لا، الملاريا بناء بشكل عام، ولكن النولسي ممكن تكون بي فيتال. هاي معلومة للحفظ يعني. وهذا الجدول صراحة ما حطيت جدول زي هاد، مش موجود بالسلايدات، فأتوقع مش مطلوب منكم. يعني بشكل عام كل 24 ساعة، يعني كل يوم بيوم صار عندي فيفر، infect any cells، تمام. all size of RBCs tend to be normal size، يعني ال RBCs كلها تكون طبيعية. no Kupffner dots، كان Kupffner dots هي مميزات للفيفكس والأوفال. عندي multiple ring delicate ring ممكن have 2 or 3 dots. bands of trophozoite commonly seen، يعني gametocyte tend to be filled the cells early stage. يعني قراءة صراحة، وما ما ركز عليها كثير يعني، بس احفظوها يعني. ما بعرف بركي جاب عليها سؤال يعني، بس هذا كله حفظ يعني. بس اهم شيء حكينا نطلع انه 24 ساعة بيهاجم الكل، RBC normal، no Kupffner dots، multiple rings، وميروزات حكينا 16، تمام. واهم شيء IS اللي هي early stage بيمك فالسيبورم، والليت ستيج بيمك ذي ملاريا. اوكي، هلا بشكل عام هذا الجدول زي ما بلخص لك اللي حكيناه قبل. بس صراحة الدكتور ركز على ال ability to cause relapse. احنا حكينا انه الفلسيبورم ما بيعمل لي هيبنوزويتس هي والملاريا، فما راح يعمل لي ريلابس. بينما الفيفكس والاوفال يس بيعمل لي ريلابس، يعني بيعمل لي هيبنوزويتس. المورفولوجي حكينا عنهم صراحة، كوفنر دوتس ما كوفنر دوتس، التروفوزايت، الانلارج سيلز وما الى ذلك. يعني بغض النظر، ريد سيل بريفرنس حكينا فالسيبورم بيهاجم الكل. الريتيكولوسايتس فيفكس بهاجم الريتيكولوسايتس، الاوفال بهاجم الريتيكولوسايتس، الملاريا اولدر سيلز. هاي السايكليك او ديوريشن، فالسيبورم 42 ساعة، 42 ساعة هون، هون الاوفال 50، المفروض 42 ساعة. يعني هي ارقام يعني ما بدققوش كثير، تمام. وصراحة ما ركز على الجدول هذا يعني، بس انه بشرح لكم اياه يعني انه نحفظكم يعني ايش. لا يعني، وهي الميروزويتس، سوري مش ميروزويتس، هي الانتهيباتيك فيز، تمام.
هاي 5 أيام يعني ما دقق علي صراحة كثير يعني، بس أهم شي هذول ريلابسين وكذا والسايكل وال حكينا كلينيكال فيتشر صراحة ما يعني ما في تمام. فهون بشكل عام ما في شيء يعني symptoms first symptoms يعني لاحظ ان first symptoms of malaria are non specific يعني ما في شيء مميز. هلا متى بين معنا؟ بعد اسبوع اسبوعين مثلا يجي يقول لك يا دكتور والله كل والله بكون اليوم منيح والثاني يوم منيح يوم الثالث بنتكس. طبعا انت لما تشوف كيف تنتكس شو تنتكس يعني ترتفع درجة حرارة، هذا شيء مهم صراحة من history taking انه هذا شيء كثير مميز للملاريا صراحة. ما اتوقع فيه ممكن في امراض ثانية سببية بس هذا شيء كثير كثير diagnostic للملاريا انه كل 3 ايام او يومين يصير عنده فيفر. يعني هذا المفروض تكون top of your differential diagnosis الملاريا تمام. فهذا شيء اساسي كلينيكال فيتشرز ما في شيء مهم تمام. واهم شيء نعرف انه ال اهم شيء نعرف انه the fever is usually irregular at first تمام. يعني اي مرض يعني ماشي ما بيكون واضح شو عم بيصير معي يعني الى الفالسيبورم. يعني شوف مثلا هون قال لك فالسيبورم never be regular، عشان هيك علقت لك على موضوع ال 48 ساعة 36 ساعة. حتى الجدول الثاني بيحكي انه شو اسمه irregular. فيعني ما تدققوش صراحة انه ريجولار ولا لا يعني، بس اذا جاب لك سؤال هي سلايدات قدامك بيقول لك irregular يعني كان موجود بالسلايدات فهي irregular. المهم فالفكرة اللي بدي احكيها انه بشكل عام ملاريا انفكشن بشكل عام تيجي حكينا فيفر يعني حكينا كل 3 ايام او يومين فيفر بشكل عام ما يحكيش على الفلسيبور. فاول شيء بتحسه بيجي بحسه انه قشعريرة بردان بس تقيس حرارته تلاقيها 40 41. ثاني يوم قعدت يحسه حميان 41 بعدين بيعرق بتخف حرارته. يعني هاي كلام حكاه الدكتور بالمحاضرة كمان يعني، بس أهم شي نعرف إنه في عندي سايكليك فيفر والفالسيبورم ممكن يصير عندي جنراليزد سيجر يعني، وهذا الشي بصيب الفالسيبورم ملاريا سيربل ملاريا تمام. يعني مش هتفصل بالسيجر شو هي وكذا يعني مش هتفصل صراحة. هلا كي الدايجنوزز الجولد ستاندر صراحة لل اول سبيتشز يعني اللي هي الميكروسكوب تمام. باخذ ثيك وثين بلاد فيلم وهذا اشي. بعدين في عندي 3 استين صراحة انا اي ثينك اللي بدهم يطلعوا على امريكا قد مستبات ركزوا على الجيمز استين. جيمز استين في اسئلة عليها صراحة تيجي والبلاد يوزنج اي دي تي اي يعني رايت ستين فلوريسنت نيوكليكس اسيد ستين يعني شغلات حفظ. سيرولوجيك ميثودز يس يعني وي كان يوز سم سيرولوجيك ميثودز تمام، ولكن it is less sensitive than the microscope microscopic diagnostic diagnostic tool. في عنا اللي هو ال هيستيدين ريتش بروتين، في عنا لاكت باراسايت لاكت ديهايدروجينيز و this procedure appears an antigen capture. يعني مثلا الانزيم هذا له انتيجين معين نبحث عنه بدم والله لقيناه عالي بنشك بالملاريا بس less sensitive صار. نفس الشيء بالهستيدين ريتش بروتين. هلا الموليكيولار موليكيولار ممكن استخدم بي سي ار صراحة ممكن automated instruments using automated flow cytometry. ممكن استخدم flow cytometry hematology instruments. وفي بقول لك there are potential limitations related to diagnosis of the parasite infection. هلا الثيرابي، هلا الثيرابي حكي مهم يعني ركز انه في عندي drugs ممكن تهاجم التشو تشيزنوسايتس which kills تشيزونت in the tissue. عندي blood بتهاجم تقتلهم الموجودين بالبلد، وفي عندي الجاميتوسايت اللي بتهاجم الجاميتوسايت، في عندي السبورونوسايد which prevent formation of sporozoid in the mosquito. يعني المفروض نسمها نسهل علينا الموضوع تمام. بس ليش عنا هيك؟ لانه كل دواء بيهاجم اشي معين تمام، فاللي بيهاجم التشو ما بيهاجم الموجود بالبلد
وبهاجم الجاميتوسايد، مش شرط يهاجم الموجود بالتيشو. تمام. هلا بشكل عام احنا عندنا الملاريال، الانتي ملاريال دراجز، يعني نستخدم الكوانيولونز والارتيميسنز يعني. بس بعد ما ابحث اكتشفوا انه كل انواع سوري الفالسيبورام ريزيستنت للكوانيولونز، الا الفالسيبورام ريزيستنت للكوانيولونز، بس باقي السبيشيز ممكن تستخدمهم كالعلاج. فهم يقول لك in past all species and in past all species was treated with conilones، بس هسه circulating falciparum are resistant to conilones. تمام. فهي معلومة كثير مهمة انه الفالسيبورم ما نعالجه بالكونيلونز، استخدم دواء ثاني. بالفيفكس والاوفال you must administrate بريميكون to eradicate the hypnozoites، حكينا عنه سابقا، هذا الدواء بيهاجم لي الهيبنوزويتس. هلا فالسيبور احنا حكينا انه هو ريزيستنت للكونيلونز، فاحنا بنستخدم الارتيميسنز اي سي تيز. تمام. بيزد كومبينيشن لايك اتوفوكان، يعني بنستخدم اتوفوكان والاي سي تيز، تتراسايكلين، دوكسوسايكلين، كلانديمايسين، جريزين كومبينيشن وذ اذر انتي مالاريا امبروف ذير افيكاسي، يعني بيقووا لي وظيفة او مفعول الادوية هاي. يعني ما طولش كثير على الصلاة صراحة. هلا في عندي بريفنشن، ممكن مثلا كيف بريفنشن، مثلا اعمل خيمة، نجيب الخيمة النت هاي، مثلا هي انسكتسايتيتد موسكيتو نت، موسكيتو بروفينج اوف ديولينجز، سايت سيلكشن، يعني اختار المكان ما يكون في مي مثلا، ما يكون في كذا حشرات بعوض، ما يكون في ناس انفكتد بالديزيز. تمام. انفايرومنتال مانجمنت، يعني مثلا اذا كان في مثلا مي مثلا احاول ابعدها او اطهرها، مثلا نستخدم انسكتسايدز عشان اقتل البعوض المستفز هذا، وبيولوجيكال كنترول، جينيتيك كنترول، وزو بروفيلاكسز، يعني زو بروفيلاكسز اني اطعم الحيوانات، يعني مش مهم كثير. هلا البابسيوسز، بابسيوس صراحة الدكتور ركز على كذا نقطة، يعني ما يعني الموجودات بالأسود يعني اللي ركز عليهم الدكتور، يعني هي زيها زي الملاريا عن طريق حشرات تنتقل يعني، بس في شيء مميز فيها انه الانسان ما بصير في ريبليكيشن، راح نحكي هلا عنه هذا الموضوع. بس يعني هذا الباراسايت هذا مهم للي بدهم يطلعوا برا يوروب اور يو اس، يعني بهمهم يعني يعرفوا كم معلومة عنه. هلا بشكل عام هذا الاورجانيزم بيهاجم اليونج، ممكن بس يمكن يكون اي سيمتوماتيك او سيمتومز بسيطة يعني. هلا بالاميونو كومبرمايزد بيرسونز او فوق الخمسين سنة بيكون فيتا صراحة، بيكون صعب يعني عليهم. هلا الموزن ترانزميشن صراحة انا هذا علمت عليه بالاصفر، يعني عشان هاي الحشرة اللي بتنقل لي البي مايكروتي. تمام. هاي الحشرة تنقل لي البي مايكروتي، هي موجودة سنوات صراحة، عشان هيك علمت عليها. يعني اجي عليها السؤال سنة شو اسم الحشرة اللي كذا تنقل لي الكائن هذا، فإكسويدز سكابيلاريس. تمام. ويقول لك the same tick that transmit the causative agent of Lyme disease. Lyme disease هي disease I think، ما بعرف أخذته بالمايكرو. المهم هو بوريلا، بيقول لي سبور كيتس بوريلا برجر دروفي، يعني مش مهم تعرف، بس عشان اللي مثلا مهتم يعني Lyme disease هو ديزيز عن طريق بوريلا برجر دروفي. تمام. وله السيمتومز مش حذكرها صراحة. المهم هلا بالفيكتور فور ترانزميشن اوف ذا بي دونكاني او بي دايفيرجنس، هذول عن طريق الاكسوتس باكيو فيكاس اند دينتاتس. انا حاسس حالي بحكي يا زلمه مرسوم اغريقي صار له 3000 سنه ما قبل الميلاد، يعني مو ميلادي لا قبل الميلاد، حاسس حالي ما انتقل الشغلات هاي يا زلمه، مش معقول. فالله بيعينكم، يعني انا الفظ صعب الفظهم، بدك تحفظهم الله يكون بعونك صراحه، يكون بعونك. المهم فا اوكي هذا اللي نحكي عنه، الإنسان عبارة عن أي صورة مثلا، هون كتابات أوضح، الإنسان عبارة عن dead end host، ما بصير في عندي فيه no sexual or asexual reproduction،
يعني اند هوست خلاص بفوت الانفكشن هذا خلاص بيموت بالانسان، ما عندي اكزو اريثروستيك سايكل زي الملاريا. الانترميديت هوست اللي بصير فيه السكشوال ريبرودكشن هو الوايت فوتد ماوس، والانفكتيف ستيج تروفوزايت لازم نعرفها. الديفينيتيف هوست اللي هو الاكسوتيك، تمام. الانفكتيف ستيج بالملاريا ايش هي؟ سبوروزايتس، صح، تفوت على الهيباتوسايت و و و تكمل السايكل الحلو هذيك. انا صراحة اهم شيء انه نعرف انه ممكن تعمل لي فيفر، تمام، تعمل لي فيفر 41 يتوصل، تشلز، سويتس، هيديك، مايليجيا، وجع بالعضلات، مفاصل، الدوار، انوركسيا، دراي كوف. وحكينا السيفيريتي بس بسيوزز ريكواير، يعني مثلا اللي عنده مثلا يوم كومبرومايزد سيتويشن لازم نعملهم ادميشن للهوسبيتالز. وحكينا الفئة المعرضة اللي هم اكثر من 50 سنة، النيونيتال بريماتشوريتي اللي ولدوا قبل موعد، الميل جندر اللي ما عندهمش سبلين، اللي ما عنده سبلين يكون مسحوق دايما، اتش اي في ادز بيشنت، مالجنسيز، عنده لوكيميا، ليمفوما مثلا، يكون عنده بانسيتوبينيا مثلا، هيموجلوبينوباثيز مثلا، امراض يعني، والشغلات هاي. انا حقرا الكل فوق بشكل عام. الاي سيمتوماتيك بي مايكروتي انفكشنز، يعني 20% بيكون اوف ادلتس و40% بيكون تشيلدرنز ما عندهم السيمتومز، فولوينج سيمتومز، تمام. ما في دليل بيحكي انه في عندي لونج تيرم كومبليكيشن للفولوينج اسيمتوماتيك انفكشن، تمام. يعني ما عندي، يعني واحد مصاب فيه بس ما عنده سيمتومز، مع المدى البعيد ما في عنده اعراض. بس نحن ايش بنخاف؟ بنخاف انه ممكن انه هذا الشخص يعطي دم لواحد عنده نقص دم مثلا او اميون كومبريماز، فعشان هيك مثلا بالاندميك ارياز وي شود يعني نعمل لهم سكرينينج اذا عندهم الباراسايت هذا. هذا كلامي عندي صراحة، مش من دكتور يعني، بس علمي، تمام. هلا المايلد مودريت مايكرو تي النس سيمتومز تبيكلي ديفلوب فولوينج انكوبيشن بيريد، يعني مثلا انكوبيشن بيريد حكينا هي اللي هي من فترة قرص الناموسة البعوضة الى ظهور الاعراض. فالاعراض بدها تظهر من اسبوع لاربع اسابيع افتر تيك بايت، وبدها من اسبوع لتسع اسابيع اذا صار عندي الانتقال عن طريق بلاد ترانسفيوجن، يعني هون عن طريق البعوضة وهون عن طريق الترانسفيوجن. هلا الباثوجينيسز بصير عندي هيموليتيك انيميا، هي زيها زي الملاريا، بس في حكينا انه ما بكون عندي فيفر يعني، تمام، زيها زي الملاريا صراحة. هلا الدايجنوزز مايكروسكوبيك هي جولد ستاندرد، يعني بي سي ار ممكن، سيرولوجي ممكن، confirm diagnosis، immunofluorescent ممكن، antibody test for B micro T is most commonly used immunofluorescent and indirect immunofluorescent. هلا هون الاشي مهم صراحة، هاي بالمايكروسكوب في شيء اسمه عندي، لاحظ مثلا هون بالصورة هون عندي هيك نقطة، نقطتين، ثلاث، أربعة، في عندي زي انه هيك صليب بيناتهم، هاي بسموها الصليب المالطي أو المالتيز كروس. وهذا شفته خلاص، هذا انت عنده بابسيوسز باثوجنومونيك، تمام، باثوجنومونيك للبابسيوسز، شفته خلاص، تمام. هلا اي شيء ثاني، هدول المالتيز كروس بكون اربع نقاط، تمام. هلا البابيسيا بتحب انه يكون موجود، هدول شايفين نقاط، هدول لازم يكونوا بشكل ازواج، يعني مثلا اربعة، ثمانية، ستة، وهيك يعني، تمام. فا اوكي، في عنا كمان صورة اللي هي هاي، لاحظ انه هاي خارج البلاد سيل، هاي بسموها اكسترا سيلولار ديفلوبمنت ستيج. البابيسيا كان جرو اكسترا سيلولارلي انلايك الملاريا، الملاريا ما بتقدر تعيش برا، ما مصعب تشوفها برا، تمام. فهي انترا سيلولار ديفلوبمنت اورجانيزم، فالملاريا يا معلم بتعيش جوا الار بي سي. فهاي اشي كثير دايجنوستيك مميز جدا، في كثير مميز. فحكينا الجيمز ستين، ثين بلاد ستين اللي هي جولد ستاندرد صراحة، وهي شكلها بيكون، وهي حكينا
تريتمنت نستخدم اوتوفوكان بلس اذي ثروميسين ريكومندد انتي بايوتيك تريتمنت كومبينيشن كليندامايسين اند كوينونز تشويس فور سيفير انفكشنز. بريفنشن زيها زي الملاريا، بدك تبعد عن الانفكشن، تنظف، تحط خيم كذا، تقلل من الخروج، تلبس اواعي طويلة، وتستخدم انسكتسايز فور تيكس اند ماوس، يعني وهيك ماوس عشان تعرف ليش، وتيكس عشان يعني هذول الثنتين بتكاثر فيهم البابيسيوس. هاي كم سؤال سنوات. هلا بشكل عام سرب الملاريا السين وين فالسيبورم، هذا مهم جدا لازم نعرفه، وحكينا ليش بصير في عندي سايتو ادهيرنس للملاريا، سوري للفالسيبورم، بصير في عندي نوب، بصير في عندي زي نوستيكي بلاد سيلز يعني، وبتعلق بالار بي سيز. النيولي بروديوسد ار بي سيز ار يوجوالي اونلي تارجت فور الفيفاكس، تمام، الفيفاكس والاوفال. خطأ بالملاريا ما بصير فيها ريلابس، تمام، ملاريا ما بصير فيها ريلابس، هي فعلا ما فيها كف نوب دوتس، كف نوب دوتس حكينا خاصة بالفيفاكس والاوفال. بلوبيرنيفرايتس هي اس في هون كثير مميز، شيء كثير مميز للملاريا، ما بصير ريلابس، ليش؟ انه حكينا ما عندنا هيبنوزويتس. تمام، infection phase of the plasmodia is trophozoid. تمام، انا خربطت، حكيت فوسفوروزويت، لا هي السنوات مجاوبينها تروفوزويت، فانا بعتذر، تروفوزويت سوري، التبس عليه الامر. تمام، المهم the highest rate relapsing in the plasmodium species اللي هي الفيفكس، plasmodium vivax. تمام، هاي relapsing plasmodium، وحكينا انه بنت بصير هيبنوزاي. طب ليش مش اوفال؟ حكينا مش اوفال لانه less severe symptoms، less uncommon حتى، وضعيف ممكن يتعالج لحاله، فعشان هيك wrong statement about the malignant latent fever show Kufner dots. ما في Kufner dots بالفالسيبورا. في عندنا two chromatin dots حكينا، crescentic gametocyte، هاي مميزة فالسيبورم، هذا صح. affect all RBCs and show all size، هاي صح. 36 ساعة، هاي صح، فكله صح. الكف نوردوتس حكينا للأوفال والفيفكس. البابيسيا مايكروتي ترانسميتد باي ويتش اوف فولينج اكسوتس كابيلاريس، هذول حكيناهم فوق، انا مش حالفظهم، يعني بعرف يعني حكيت لك، بحس حالي بحكي اغريقي اذا لفظتهم هسه. النهاية والله محاضرة متعبة، الله يكون بعونكم صراحة، يعني ان شاء الله.